السلام عليكم أحبة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الاختبار المميز في هذه المحادثة اللي كانت عندنا للمستوى المتوسط باللغة الإنجليزية، وهي محادثة إنجليزية مهمة حول مرض كورونا والصحة النفسية. هذا الدرس سوف يكون أسفل هذا الفيديو موجود، وسوف يظهر في أعلى هذا الحلقة أيضا بعد قليل، بإمكانكم مشاهدته وحفظ جميع الكلمات إذا لم تكونوا متابعين معنا في هذا الاختبار. إذا خلينا نبدأ بهذه الأسئلة اللي عندنا. عندنا 8 كلمات و8 أسئلة، راح نريد نختار الكلمة ونضعها في الجواب المناسب. خلينا نبدأ بالسؤال الأول. Coronavirus and the فراغ health. تختار واحدة من الكلمات من رقم 1 إلى 8 وتخليها بالإجابة بالفراغ الصحيح حتى نكون جملة صحيحة. إذا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. Anxious means a strong فراغ of worry. بالفراغ شو نخلي؟ أي هي واحدة من الكلمات هي مناسبة لهذا الفراغ؟ أيضا تجيب الكلمة وتحطها بالمكان الصحيح. طبعا الأجوبة بإمكانك إرسالها عبر الواتساب، بإمكانك كتابتها أسفل هذا الفيديو في التعليقات حتى نتمكن من تصحيحها واستفاد من الآخرين أيضا. السؤال الثالث. And find time to do فراغ that distract them. أيضا اختار الإجابة الصحيحة. السؤال الرابع. In the last فراغ of weeks. Have left many more فراغ feeling under pressure. السؤال السادس. In the number of فراغ to its helpline. Adam and Alice look at the فراغ in the news around this story. As coronavirus فراغ around the world. هذا كان السؤال الثامن والأخير عندنا بهذا الاختبار. عندنا سؤال إضافي اللي يحب يطور من مهاراته ويشارك بهذا السؤال، ولكن هذا براحتنا نشارك به أو لا. لكن هذه الأسئلة إجبارية اللي هي من السؤال الأول إلى الثامن، وأنا أنتظر منكم الأجوبة ترسلوها لي في أسرع وقت. إذن هذه عندنا 3 أسئلة. ترجم هذه العبارات إلى اللغة العربية من الإنجليزي إلى العربي. ما معنى هذه العبارات؟ أيضا اكتبوا الأجوبة في التعليق. وهذه الأجوبة الصحيحة عندنا هنا طبعا موجودة، لكن بالدرجة الأولى ابدي أنه تحاول وحدك تجاوب على الأسئلة، بعدين ترجع حتى تتأكد أن جوابك صحيح أو مو صحيح. هنا الأجوبة موجودة لكل سؤال. إذن شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في الأسبوع القادم مع دروس جديدة ومهمة أيضا للمستوى المتوسط والمتقدم سويا إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذه الدروس لجميع أصدقائكم، فإننا نضع الكثير من الوقت والجهد في إنتاج هذه الدروس. إذا شاركوها لجميع أصدقائكم واضغطوا على إعجاب واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى تحصلوا على أكبر كمية من المعلومات ومن الدروس مباشرة حين نشرها. شكرا لكم وإلى اللقاء.